للأسف توفي المنتج الرابع بحادث مشاهير الإنتاج بالضبع، حيث فجع الوسط الفني المصري بوفاة 4 منتجين مصريين في حادث سير مروع على طريق الضبع، وهم حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، فيما نجا رابعهم بأعجوبة وهو تامر فتحي، لكنه تعرض للأسف لإصابة خطيرة وصل إلى المستشفى في حالة صعبة، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ والرئة وبعض التجمعات الدموية وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وحاول الأطباء عمل الإسعافات اللازمة لكن قلبه توقف 3 مرات متتالية، كانت إحداها لمدة ساعة كاملة. كما أضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج له نجح في إعادة نبضات القلب ووضعه على أجهزة بغرفة العناية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الجمعة 2 أغسطس 2024، الله يرحمه. وفي تفاصيل الحادث، فإن المنتجين 4 كانوا في طريقهم إلى الساحل الشمالي على محور طريق الضبعة الساعة 1 ظهرا قبل انقلاب السيارة بهم فجأة وانفجارها ثم احتراقها، الله يرحم الجميع. وكان في بوست عجبني قلت أشاركه معاكم، كتبه دكتور بيقول إيه، بيقول امبارح كنت في نبطشية في المستشفى برايفت وربنا بعت لي حالتين، أو بمعنى أصح درسين ربنا بعتهم لي في وقت معين أفضل أفتكر فيهم لحد ما موت. الحالة الأولى بنت كان عندها السكر والضغط عالي والقلب، وعندها من جرح في رجليها وبسبب السكر بتتعالج منه بقالها 3 سنين، والجرح ده عمل انفكشن وتلوث وتسمم دم ودخلها في فشل كلوي، فكان القرار ان رجليها تتبطر. في العمليات كل ما نيجي نعمل لها اي حاجة تعيط من قلبها بسبب انها ما بقتش مستحملة حتى شكت ابرة، وتعبتنا جدا فعلا، وتخدرها بدل ما كان نصفي اتقلب كلي، كان البتر هيكون من تحت الركبة وخلاص بطره وبينشره في العظم، راحت جايبة صديد، وده في حد ذاته مصيبة، لان القرار اللي بعد كده كان البتر من فوق الركبة من عند الفخذ، اخدنا موافقة الاب وكملنا، وفعلا كمية الالم اللي في الدنيا كلها تتوصف في حالتها بعد ما دخلناها العناية وفاقت وهي بتصوت وتعيط على رجلها، وحالة الصدمة اللي دخلت فيها كانت بتحسس على مكان رجلها على السرير بصدمة وتعيط وتقول شلتوها كلها ليه، وتمسك في ابوها وتقول له مش انت قلتلي من تحت بس شالوها كلها ليه. انا قبل العملية كنت بتكلم مع حد في حاجات مضايقاني في حياتي وكان نفسي اغيرها، بعد ما شفت البنت دي بقيت حاسس اني حشرة واقل كمان، ايه كمية النعم اللي انا غرقان فيها ديت وغافل عنها، احنا في غفلة مش حاسين بالنعم اللي احنا فيها، ولا اعظم نعمة اللي هي الستر والرحمة من ابتلاءات ناس كتير. تخيل احساسها، نامت صحيت مفيش رجلها كلها. نيجي للحالة التانية، شاب جاي رجله مكسورة جامد وكسر في الايد والعظمتين تقريبا متفشفشين، ولازم عملية تقويم للعظم، وبياخد خمرة وترامادول ومخدرات وحشيش وكل حاجة تتخيلها. دخل العمليات وخد بنج نصفي الاول، عمال يزعق ويتألم، وفي وسط ده يروح مصوت عايز سيجارة، سيجارة يا مؤمن، وبيقول لنا انا بشرب صباع حشيش كامل لوحدي في اليوم.
الشاب ده عشان ايده كان لازم يتقلب تخدير كلي، وهنا كانت المصيبة انه في لحظة تخديره كلي وتركيب انبوبة النفس، انبوبة النفس ما رضيتش تركب، وما رضيتش تركب يعني في دقيقة العيان بيدخل في هايبوكسيا وموت، ومش هتلحق تصحيه اصلا. الشاب ده كان فعليا بيموت، واللي زود ده الهباب اللي كان بيشربه والرئة المهلوكة. مش عايز اوصف التشفيط اللي طالع من زوره، بس اقل حاجة انه اسود زي الاطران. تخيلت لو الشخص ده كان مات اول ما دخل في البنج الكلي، وهو قبلها بيقول عاوز سيجارة. تخيلت لو شاف منظر الافرازات اللي طالعة من صدره كان هيعمل ايه. تخيلت لو كان واعي فعلا وحس بالموت كان ايه اول قرار هياخده. ليه صحتنا رخيصة كده؟ ليه مش حاسين ان احنا ممكن نتهد في لحظة؟ مش حاسبين حسابها؟ ليه مش بنحس بحجم النعم الا لما بنشوف مصيبة؟ تخيل تكون رايح مشوار وفجأة حادثة، وفجأة تصحى مفيش رجلك، وقتها هتعرف انت كان عندك ايه، بس مش بتشكر عليه ربنا ولا حاسس بقيمته. اشكروا ربنا على كل يوم بيعدي عليك وانت بصحتك وقادر تاخد نفس. اشكروا ربنا على كل يوم بتقدر تنام فيه تحت سقف بيتك وانت وسط اسرتك واولادك واخواتك واهلك. اشكروا ربنا على نعم كتير قوي انتوا مش حاسين بيها، وشايف ان دي حاجات طبيعية غيرك محروم منها. اشكر ربنا وانت بصحتك عشان لما ربنا يسمح لك بتجربة تعرف تشكره وقتها. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. نرجع بقى للاخبار الغريبة والمثيرة. العربية: اعلام فلسطيني مقتل القيادي بحماس هيثم بليدي في طول قرم جراء قصف اسرائيلي. طبعا ده بعد مقتل اسماعيل هنية وشكر واعلان مقتل محمد الضيف. كل يوم واحد بيتصفى. الاردن: ولي العهد والاميرة رجوة يرزقان بالاميرة ايمان بنت الحسين، الف مبروك. ملايين تبخرت، فيديو لحريق هائل يلتهم يخوتا فاخرة على ميناء يوناني. العربية: مصادر للتلغراف، الموساد استأجر عملاء أمن إيرانيين لوضع عبوة ناسفة في غرفة هنية وثلاث غرف أخرى، والثغرة الأمنية ربما متعمدة من الحرس الثوري. أنور مالك كتب: هام، أسئلة تنتظر أجوبة من الحمساويين والمتحمسين لحماس. لماذا لم نشهد دعوة واحدة من شخص واحد معتبر للتظاهر أمام السفارات الإيرانية للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال إسماعيل هنية؟ لماذا لم نشهد أي تحريض على نظام طهران الذي قتل ضيفه في غرفة نومه داخل مركز أمني، وهو الذي فعلوه مع غيره ولهم سوابق يندى لها الجبين؟ لماذا لم تطالب حماس ومن يدور في فلك تنظيمين بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم؟ فلا يعقل أن يصل الموساد إن صح ذلك لغرفة ضيف رسمي في مناسبة رسمية من دون تواطؤ رسمي واختراق استخباراتي على أعلى المستويات. عندما قتل خاشقجي هب هذا الحلف لتوجيه اتهامات للأمير محمد بن سلمان شخصيا، وكانوا يبررون حملتهم أنه لا يمكن حدوث مثل هذه العملية داخل قنصلية سعودية من دون أمر مباشر من ولي العهد، بل وصلوا لحد نشر معلومات عن اتصالات هاتفية وغيره في حين قتل هنية بقلب العاصمة الإيرانية وفي محل إقامته بمعسكر أمني تابع للحرس الثوري، ولم نسمع أي إشارة لوجود أوامر عليا
بتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. لماذا لم تتجند شبكة الجزيرة وتعد تحقيقات وتقارير وتنشر تسريبات استخباراتية تفضح ما حدث والذي حتما سيدين ملالي طهران؟ لماذا لم نسمع أدنى تشكيك في رواية إيران من طرف وسائل إعلام حمساوية كما فعلوا مع قضية خاشقجي، رغم كشف السعودية للتفاصيل ومحاسبة ومعاقبة الجناة ومراجعة شاملة للأجهزة الأمنية؟ لماذا لا يجري الترويج لما تنشره وسائل إعلام عالمية من تحليلات تدين الملالي، ولا قدمت الجزيرة تفاصيل دعوة هنية وهو الذي سافر من الدوحة إلى طهران وكان يعيش تحت مراقبة الأجهزة القطرية ولا شيء يفعله من دون ضوء أخضر منها؟ لماذا لم تفتح الجزيرة وأخواتها استوديوهاتها لمحللين أمنيين واستخباراتيين من العرب والغرب لتحليل العملية وتقديم ما يفكك طلاسم الاغتيال؟ الأسئلة كثيرة جدا، أجوبتها ليست في صالح الحمساويين ومن معهم، لكنها في النهاية تصب جميعا في قدح واحد، وهو أن حلف إيران قتلوا هنية بصفة مباشرة أو غير ذلك، ثم ماشوا في جنازته الشيعية. ماري ملاك صادق كتبت: لماذا لم يتظاهر المسيحيون في كل بلاد العالم ولماذا لم يحرقوا فرنسا؟ الإجابة: لأنهم مسيحيون. هذا يكفي. يحيى الجبالي نشر الصورة ديت لهذا البطل وكتب: من المضحكات المبكيات ان اللي في الصورة دي هو التركي آدم أصيل، لاعب الجمباز اللي وصل للنهائي في الأولمبياد واقترب من ميدالية ذهبية أو فضية على أقل تقدير، هو نفسه المصري عبد الرحمن مجدي اللي كان بيلعب باسم مصر من سنة 2011 ل 2017، كان بيلعب لمصر 6 سنين، وهو صاحب قصة هروبه الشهيرة لتركيا سنة 2017، وهناك تم تجنيسه وغير اسمه لعبد الرحمن الجمل، وبعدها في 2021 للاسم اللي معروف بيه حاليا اللي هو آدم الجمل، وكان ده شرط للحصول على الجنسية. وعن سبب اللي عمله ده قال: لقد غيرت بلدي لأصبح شيئا مهما للغاية في العالم، أريد أن يعرف اسمي في جميع أنحاء العالم، هذا هو السبب في أنني غيرت اسمي، لأنني أردت أن أكون لاعب جمباز جديد للجميع. الفكرة أنه بعد تجنيس وهو بيعمل إنجازات تاريخية في الرياضة بتاعته، في سنة 2022 فاز ببطولة العالم في الجمباز، وبعدها بسنة فاز ببطل أبطال أوروبا في الجمباز، وأهو على وشك الحصول على ذهبية باريس، أعلى وسام رياضي في مجاله. المضحك بقى إيه؟ المضحك هو تصريحه عن مصر وسر هروبه، لما قال: كنت بقول للاتحاد المصري للجمباز عايز أكون بطل عالمي أولمبي، كان الرد بيجيلي بهزار ويضحكوا عليا ويقولولي إحنا فين وهم فين. وطلع فعلا معاه حق، للأسف أغلب المصريين خروج من الدور الأول، واللي بيخرج من دور الستاشر بنعمل له فرح وبنعتبره إنجاز تاريخي، فعلا شيء مؤسف للغاية. علموه مبروك لهذا البطل المصري الأصل حتى لو بيلعب باسم بلد تانية. العربية: تركيا تحظر تطبيق انستجرام بعد حجبه منشورات تعزية في اغتيال اسماعيل هنية، انقسام في البلاد بسبب الخطورة، وخبراء يرجعون القرار لأسباب أمنية. معقولة تركيا تحظر انستجرام؟ طب ايه، حظرته للأبد يعني ولا المدة معينة؟ هنشوف الأيام هتبين.
عمرو فهمي كتب: هو الرد الإيراني الساحق الماحق هيبقى امتى يا جماعة؟ معلش، والساعة كام؟ عشان انا قاعد سهران وفاتح التلفزيون ومحضر البيبسي والشيبسي والفشار واللب والسوداني ومستني اتفرج. العربية قصف اسرائيلي في جنوب لبنان، وحزب الله يطلق صواريخ. المرشد الإيراني ينشر تغريدة تحت عنوان: إسرائيل ستزول. أحلى حاجة فينا الشعارات. فيصل القاسم أعاد نشر تغريدة ديت، واحد كاتب: ما قامت به إيران ضد إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية إيه؟ 26 فيديو و38 رسالة تهديد و52 تصميم مرئي، ونشر صور من الفيديوهات ورسائل التهديد والتصميمات المرئية. كندا علوش في القاهرة 24 بتقول: الفلوس بتحقق جزء من السعادة، لكن السعادة الحقيقية في التفاصيل البسيطة زي فنجان القهوة. هي كانت أعلنت إصابتها بالسرطان من فترة قريبة، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. أيضا القاهرة 24: إخلاء المرضى والعاملين بحريق مستشفى السادات المركزي بالمنوفية. أيضا تفاصيل الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد إلغاء حفلها بإسطنبول، والخبر بيقول: كشف الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء حول عدم استقرار حالتها الصحية وإلغاء حفلها في تركيا. وقال الطبيب: هي كويسة وبخير. وكانت الشركة المنظمة لحفل شيرين باسطنبول في تركيا قررت إلغاء الحفل، والذي كان من المقرر إقامته السبت الموافق 3 أغسطس. كما تقرر إلغاء حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان مقررا له السبت الماضي 20 يوليو في واجهة بيروت البحرية، ونظرا لظروف خاصة بالفنانة حسبابة، أفادت شركة فيلفت. وفي شهر يونيو الماضي أعلنت شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلها في مدينة دبي الإماراتية، والذي كانت تشارك فيه مع الفنان حسين الجسمي يوم 21 يونيو الماضي ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى. وكشفت حينها على لسان محاميها أن الأمر يتعلق بسفرها في رحلة استشفائية. لو هي مريضة ربنا يشفيها وما بالسلامة. أيضا القاهرة 24 نشر صور وتسجيلات إباحية: حبس شاب عام وتغريمه 20,000 جنيه لإزعاجه طالبة عبر الواتساب في قنا. تعود بداية القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي 2023، عندما قدمت طالبة تدعى ميم شكوى في مباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا ضد الشاب يدعى به لتضررها منه بإرسال عبارات وألفاظ كلها سب غير أخلاقية وصور إباحية عبر الواتساب، مما تسبب لها في أضرار نفسية ومادية جسيمة في إحدى قرى مركز قنا. وبعد فحص الواقعة والأدلة المقدمة من قبل المجني عليها، تم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5,000 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة مالية 20,000 جنيه ودفع 5,000 جنيه تعويض مدني بتهمة إزعاج طالبة وسبها بألفاظ إباحية وصور وتسجيلات صوتية غير أخلاقية عبر تطبيق الواتساب. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.